السادة محامية السادة المحامون والمحاميات التابعين لهيئة المحامين بالمغرب، يعني جاءت استجابة لبلاغ جمعية هيئات المحامين المغرب، وجاءت في إطار سلسلة من الأشكال الاحتجاجية ضد مسطرة أو قانون أو مشروع قانون المسطرة المدنية. الأشكال الاحتجاجية يعني سبق لنا بديناها قبل العطلة القضائية بالوقفة أمام البرلمان، ثم بحمل الشارة الحمراء، واليوم كذلك بوقفة لمدة ساعة، يعني قد تكون متواترة على حسب المستجدات القادمة. وبالتالي هذا انعكاس أن الجسم المحاماة جسم واحد لا يتجزأ بمختلف نقابات الهيئات بالمغرب، مع العلم أن هذه الوقفة ستكون على مستوى 17 هيئة على مستوى المملكة المغربية. هذه الوقفة طبيعة الحال جاءت للتنبيه والإنذار ودق ناقوس كما قلت الخطر حول التراجعات التي جاءت بها مشروع قانون المسطرة المدنية، وخاصة في بعض المقتضيات الغير الدستورية التي من شأن تمريرها أن يكون لها يعني عائد سلبي على المنظومة العدالة بشكل عام وعلى البولوج المستنير للمواطن المغربي للعدالة. ما غاديش نقدر نقول لك الحلول المشكل الأساسي أو الحلول التي تعاني منها القطاع العدالة بشكل عام. طبيعة الحال الوزارة المعنية فلها برنامج معين، لها رؤية معينة، طبيعة الحال عندها الآليات، والمتلقي نحن كمحامون، نحن كمجتمع مدني، نحن كمواطنين عاديين لنا آليات النقد ولنا آليات الاحتجاج إذا رأينا ما رأينا من خروقات أو من تراجعات في هذه المقتضيات التي تأتي عن طريق المؤسسة المعنية. غير هي اللي بغيت نشير لها أن مقتضيات قانون المسطرة المدنية كما جاء في بعض مقتضياته اللي هي موضوع الوقفة ديالنا، بعض مقتضيات المخالفة للدستور، البعض مقتضيات التي قد تعيق المواطن المغربي للولوج إلى العدالة بشكل مستنير، هناك مقتضيات طبيعة الحال نتمنها نحن كمحامون، مقتضيات لتتفرضها الحالية، الظروف الحالية تتفرضها حتى التغيرات الحالية من 74 حتى لدابا، يعني تاريخ المسطرة المدنية الحالية. عندنا مقتضيات الرقمنة نحن نتمنها، مقتضيات التبليغ والتنفيذ نتمنها، لكن هناك مقتضيات لها يعني تراجعات كبيرة جدا حول كما قلت الولوج المستنير للمواطن المغربي إلى العدالة. وانتم راكم واكبتوا معنا مدة شهرين أو ثلاث شهور ونحن في موقفات مستمرة، والسادة المحامون خرجوا في الندوات، خرجوا في مقالات، خرجوا السيد الرئيس يعني خرج في برنامج مشهور ووضح العديد من المقتضيات، وكذلك الجهة المعنية خصوص وزارة العدل كذلك لها وجهة نظر تحترم، ولدينا مؤسسات نحترمها ونحترم اختصاصاتها، وستكون يعني الفيصل بين الدستور واللا الدستور في قانون المسطرة المدنية.